السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتي من جديد. ما زلنا مع قناة تفسير الأحلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن والاه. أيها الإخوة الكرام، النهاردة هنتكلم عن 24 رؤيا تبشرني بقدوم الرزق الوفير إن شاء الله تبارك وتعالى. أول رؤية جماعة معانا، وهي رؤية إمساك الشموع في اليد وهي مضاءة. هذه الرؤية تدل على الدخول في مشروع، والمشروع رزق. رؤية المرأة الحامل، ويمكن هذه الرؤية تكون مفزعة وما تفهمش المرأة الحامل إنها رزق، وهي رؤية الشعر في الوجه. حينما ترى المرأة الحامل الشعر في الوجه فهذه الرؤية تبشرها بالرزق. رؤية ضرب الحاكم أو ضرب الرئيس لك في المنام، هذه الرؤية تبشرك بالرزق. رؤية الباب المغلق للمتزوجين، هذه الرؤية تبشرهما بالرزق إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية أخذ الخبز في المنام، هذه الرؤية تدل على الرزق. الرؤية المفزعة اللي كتير من الناس مش هتفهمها إن هي رزق، وهي رؤية القيء دم والعياذ بالله، هذه الرؤية في المنام تدل على الرزق. رؤية النقود الورقية للمرأة المتزوجة ولغير المرأة المتزوجة، هذه الرؤية تدل على الرزق. رؤية سرداب أو كهف أو مغارة وأنا أنظفها، هذه الرؤية تدل على الرزق. رؤية أنك حزين وتبكي، هذه الرؤية تبشرك بفرج وبقدوم رزق إليك إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية نزول المطر على أرض جدباء، أرض لا تصلح للزراعة وترى المطر ينزل عليها، هذه الرؤية تبشرك بالرزق إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية أنك تخيط ثيابك، هذه الرؤية تبشرك بالرزق. رؤية الرجل المتزوج وهو يشتري أثاث للبيت، أنتريه، سفرة، الحاجات دي كلها، هذه الرؤية تبشر بالرزق إن شاء الله تبارك وتعالى. رؤية امرأة غريبة مجهولة لدي ولكنها جميلة، هذه الرؤية تبشرني بالرزق. رؤية أنني أؤذن في المنام وصوتي جميل وأنا أشعر بالسعادة وأنا أؤذن، هذه الرؤية تبشرني بالرزق. رؤية الفيضان من ماء البحر، هذه الرؤية تبشرني بالرزق. رؤية البطن وهي منتفخة، هذه الرؤية لها أكثر من معنى ولكنها تبشر بالرزق أيضا. رؤية أنني أستخرج من باطن الأرض ذهب وفضة، هذه الرؤية تبشرني بالرزق. رؤية الزوج أنه يرى في المنام أن زوجته ماتت أو توفيت، هذه الرؤية تبشره بالرزق. رؤية المرأة وهي تغسل السجاد في المنام، هذه الرؤية تبشر بالرزق. رؤية المعطف أو الجاكيت الطويل، هذه الرؤية تبشر بالرزق. رؤية السيارة صاحبة اللون الأبيض أو ربما تكون صاحبة ماركة أيضا، هذه الرؤية تبشرني بالرزق. رؤية شراء غرفة نوم بيضاء، هذه الرؤية تبشرني بالرزق إن شاء الله تبارك وتعالى. انتظرونا في اللقاءات القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.